سؤال من احد المتابعين زي ما هو ظاهر في الشاشة كده بيتكلم عن الاستثمار الذي بموجبه احصل على الاقامة في مصر. والله موضوع الاقامة في مصر ده له اتجاهين، الاتجاه الاول او ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول وهو عقد عمل وتحصل اقامة وتقعد زيها زي اي دولة. الحاجة التانية انك تشتري شقة بتكلفة خرافية اللي هو يعني مش اقل من 100,000 دولار. طبعا انت لو معك 100,000 دولار هتقول لي انا هروح امريكا احسن، وده برضو وجهة نظر صحيحة. فمن 100,000 دولار وانت طالح كده الشقة تشتريها، وقبل مرور سنة لازم طبعا تكون ايه يعني هتقعد فيها، او مثلا هتشتري ارض تبنيها وفي خلال سنة تقعد يعني تقعد فيها او تبنيها يعني ماشي. غير كده هتعوز تجدد الايه الرخصة تاني. الحاجة الثالثة موضوع اللجوء. وطبعا انت اكيد ما بتسألنيش السؤال ده بما انك بتسأل على استثمار، فانت مش بتسأل على لجوء، وده يخص المفوضية لشؤون اللاجئين ماشي. فطبعا موضوع الإقامة مش سهل زي ما انت متخيل. طيب نحصله ازاي؟ والله زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس تشتري شقة ممكن تشتري شقة في العاصمة الإدارية، وبعد كده طبعا بتروح تتواصل بقى مع وزارة الاستثمار وتاخد لك لفة كده على الايه على الوزارات اللي هتعمل منها الترخيص واللي هتشتري منها واللي هتوثق منها الورق بتاعك والحاجات اللفة الطويلة اللي انت عارفها. بس ما اظن ده موضوع الإقامة يعني ايه باختصار شديد جدا جدا. بس